ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: است حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من شراج حرة، فتبع هذا الرجل ذلك السحاب، فإذا رجل يحول الماء بمسحاته إلى أرضه حتى استوعبت أرضه ذلك الماء كله. فقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: لم تسألني عن اسمي؟ قال: إنني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق أرض فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإنني أنظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. هذا الحديث من جملة 30 حديثا جمعها كاتب تحت عنوان أساطير الأولين. وهذا الكاتب ينتمي إلى جنس بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان، وكشفه كشفا بليغا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرويبضة: الرجل التافه. وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرويبضة اسم جنس على نفر كثير من بني آدم، ليس فردا واحدا، إنما هم أفراد كثيرون. هذا الرويبضة، وأعني اسم الجنس لا أعني شخصا بعينه، نما وترعرع في غيبة هيئة كبار العلماء الذين هم حراس الحدود على هذا الدين. غيابهم شر مستطير. تصور دولة لها حدود ممتدة طويلة وليس عليها حرس، صارت نهبا لكل ناهب حتى لو كان من أضعف جنس على هذه الأرض. لقد هزلت وسامها من هزالها، لقد هزلت حتى سامها من هزالها كل مفلس. ماذا في هذا الحديث؟ أي نكارة فيه في معناه حتى يكتب تحت أساطير الأولين؟ والأسطورة ضرب من الخيال مغرق في الغرابة. لكن صارت مصادرنا الأصلية نهبا لكل ناهب. في غياب هذه الهيئة الموقرة المبجلة، لو ان في انسان جربان بيعملوا له حجر صحي، مع ان قصارى ضرر هذا البني آدم يكون على بدن انسان اخر قد يبرأ وقد لا، اليس هؤلاء احق بالحجر من الجربان؟ نعم، لأن الدين الذي به قوام الدنيا والآخرة إذا فسد، فسدت حياة المرء وفسدت عليه آخرة. المعنى الذي جعل هذا الجنس، هذا الرويبضة، يضع هذا الحديث تحت أساطير الأولين أن هذا الرجل سمع صوتا في سحابة، هو ده المنكر في الموضوع عنه، وإلا بقية الكلام لا إشكال فيه. سمع صوتا في سحابة، مش مصدق الموضوع. هو ده ميراث بني إسرائيل، عباد العجل الذين قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هو ده ميراث بني إسرائيل، كل شيء لا بد أن يكون تحت عقله هو. وأنا بينت العلة النفسية لأمثال هؤلاء كثيرا، يتصور أن عقله حاكم على عقول الدنيا، وإلا فقد يخفى معنى الكلام على أذكى الناس الذين لا يشك أحد في جودة فهمهم. يعني من عمر بن الخطاب في جودة الفهم؟ أما أبو حفص فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن يكن منكم محدثون فعمر، وفي رواية أخرى ملهمون. الملهم الذي يسدد في فهمه من الله، يقول الكلام كأن حجب الغيب كشفت ورآه. الملهم لما
جاءته امرأة تقول إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال بارك الله فيه. فانصرفت المرأة فقال أحد جلسائه إنها تشتكي زوجها، إذا كان يصوم النهار فلا يقربها، وإذا كان يقوم الليل فلا يقربها، فقد ضيع حقها، لكنها امرأة مؤدبة. فعرضت بحاجتها، ومع ذلك لم يفضل لما تريد عمر. سد الفهوم، الفهم ده نعمة من الله. الرجل العظيم قد يند عنه جزئية من الجزئيات ولا تقدح فيه، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن هذا يلحق النقص بداود عليه السلام، قال: وكلا آتينا حكما وعلما، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. خيرية الضعيف في الإيمان إذ فاتته القوة. بنو إسرائيل ميراثهم إنكار الكرامات إلا إذا وقعت تحت الحس. هذا الحديث أهل العلم يجعلونه تحت باب كرامات الأولياء. وكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا ينكرها إلا مبتدع. وكرامات الصحابة كثيرة وثابتة. وهذا الحديث يتكلم عن كرامة لرجل من بني إسرائيل أو من أمة سابقة. فأتعرض لمعنى هذا الحديث وأضم النظير على النظير لترى العجب. هذا رجل يمشي بفلات من الأرض، صحراء، بينما هو يمشي إذ سمع صوتا في سحابة. وفي رواية أبي داود الطيالسي: إذ سمع رعدا في السماء، فكان من جملة ما سمع من هذا الرعد: اسق حديقة فلان. هذا الذي استوعبه من الكلام. السحاب ده اتجاهه تنح، لأن حديقة فلان هنا، غير مساره وتنحى وأفرغ ماءه كله في هذه الحديقة. تبع الرجل ذلك الماء، وإذا به يرى رجلا يحول الماء بمسحاته إلى الأرض. مسحة آلة من حديد، قل مثلا هي كالفأس. فدخل عليه فقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان. لم تسألني عن اسمي؟ وهذا يدل على أن هذا العبد كان مذكورا عند الله قبل أن ينطق الملك باسمه.
فإن الملائكة لا يفعلون شيئا من تلقاء أنفسهم. فما قال الملك اسق أرض فلان إلا أن فلانا كان مذكورا عند الله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث سهيل بن أبي صالح قال كنا في موسم الحج فمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقام الناس جميعا يقولون عمر عمر هذا عمر. فالتفت سهيل إلى أبيه أبي صالح واسمه ذكوان وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة قال فقلت لأبي يا أبي ألا تنظر إلى حب الناس عمر؟ قال يا بني إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يحبه طوب الأرض وشجرها ومدرها حتى أن الأرض كما قال ابن عباس تبكي على موت هذا الإنسان. واستدل على ذلك بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال إن السماء والأرض لتبكيان على المؤمن إذا مات. فتصور عبدا يمشي على الأرض بقدمين يذكره الله. لو أن ملكا من ملوك الدنيا ذكر عبدا في خطاب رسمي له قال فلان الفلاني الرجل الوفي الرجل الممتاز ده عضدي وسندي وأنا أحبه. لو أن واحدا من ملوك الأرض قال هذا عن إنسان لانفتحت خزائن الأرض لهذا الإنسان. كلما يمم وجهه فتحت له الأبواب المغلقة وألغيت من عدله قوانين وسنت من عدله قوانين. وهذا عبد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا لكن هذا عبد مذكور عند رب العالمين باسمه باسمه واسم أبيه. وعندنا في الصحابة سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات ولا نعلم أحدا من بني آدم يهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن إلا سعد. وعرش الرحمن خلق عظيم لا يقع تحت التصور ولا يستطيع قلم مهما كان بليغا أن يصفه. إنما وصفه خالقه سبحانه وتعالى. هذا العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه
السماوات السبع والأرضون السبع، بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، في فلاة في صحراء مترامية لا آخر لها. كحلقة في فلاة، هذا العرش الذي امتدح ربنا تبارك وتعالى نفسه لما قال الرحمن على العرش استوى. هذا العرش بهذه الضخامة وهذه العظمة اهتز لعبد يمشي على الأرض بقدمين. سبحان من لا يعلم أقدار الخلق إلا خالقهم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، أشعث الشعر أغبر الوجه ذي طمرين ملابسه ممزقة مزيتة مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تشوف ده في الباب في وشه. لو أقسم على الله لأبره، فلا تقس الناس بملابسهم فإن الجوهر يكون تحت التراب. دخل الشافعي رحمه الله مسجدا من مساجد العراق، وكان الشافعي ذا بذاذة لم يكن له هندام، وكان غريبا عن البلد، ورجى في نفسه أن يستضيفه رجل من أهل البلد، فصلى معه العصر، فلما صلوا تركوه وانصرفوا، فأنشد معزيا نفسه: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. فلا يذكر ملك أحدا إلا إذا كان مأذونا له من الله عز وجل. وطبعا هذا له دلالة في البركة، أن يكون عبد مذكورا عند الله هذا عبد مبارك، أينما يمم وجهه كانت البركة معه. قال: اسق أرض فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في شرجة من شراج الحرة، والحرة أرض ذات حجارة سوداء، استوعبت أرضه الماء كله. فالرجل يمم وجهه شطر هذه الحديقة، فوجد رجلا يحول الماء بمسحاته، فسأله عن اسمه، قال: اسمي فلان. لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماء يقول: اسقي أرض فلان، فما تصنع فيها حتى يكون لك مثل هذه الكرامة؟ مطر مخصوص، ماء مخصوص لهذا العبد. قال: أما إذ قلت ذلك فإني، وقوله أما إذ قلت ذلك دلتنا على أن الرجل من أهل الورع، يعني طالما انكشف الغطاء وعرفت السر
سأذكر لك ماذا أفعل. وهذا يدل على أن الرجل من أهل الورع والفضل، وأهل الورع والفضل لهم قانون يباين قوانين الخلق. من قوانين أهل الورع ترك 99 حلالا لحرام واحد. الذي يعد في باب الفتوى تنطعا، لكن عند أهل الورع هذا أصل عندهم. عند أهل الفتوى قانون أهل الورع، عند أهل الفتوى تنطع، ولا أقصد أن أذم أهل الفتوى، لا، يعني لو أن رجلا مثلا سرقت بهيمة في بلد والبلد دي فيها جزارين، أهل الورع يقول أنا لا أشتري من هذه البلد لحما. ليه؟ لاحتمال أن تكون هذه البهيمة سرقت وذبحت في هذا البلد، فإن حصل عنده تشوش ربما امتنع عن أكل لحوم هذه البهائم، سواء كانت بقرة أو جاموسة مثلا، يقول لك لا أنا أكل ضاني، أكل لحم الماعز، لكن البقرة سرقت لا أكل لحم البقرة، لا من هذه البلد ولا من غيرها. ليه؟ يقول لك خشية أن أكل هذا اللحم المسروق وأنا لا أدري. طب في باب الفتوى، اجلس يا أخي، اجلس مكانك. في باب الفتوى لو جاءني رجل فقال سرقت بهيمتي وأنا أخشى إن اشتريت لحما أن يكون هو لحم هذه البهيمة، أشتري ولا لا؟ قانون الشرع في الحلال والحرام يقول لك اشتري، لا جناح عليك أبدا. لكن هذا عند أهل الورع يقول لك لا، هذا لا يمشي على قانوني. يبقى تورع كيف شئت، لكن إياك أن تفتي الناس بقانون أهل الورع، فإن هذا لا يجوز. عشان كده لما قلت ان قانون اهل الورع عند اهل الفتوى تنطع، لا اقصد ان انا اتهم اهل الفتوى، لكنه عند اهل الورع تنطع، فيتركون الحلال المحض لمجرد دخول شبهة او لمجرد دخول حرام، لانهم يعتبرون الورع عورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الورع يعدون ورعهم عورة ينبغي سترها، إذا ظهر عليهم أي علامة تدل على الصدق والإخبات تذرعوا لها
ذريعة. أحد العلماء الكبار ممن لا يعرف عند جماهير المسلمين كعادة أكثر أهل العلم، لا يعرفهم الجماهير، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله، سيد أهل البصرة. ما كان يملك عينيه قط إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذكر بكى، ثم يقول: سبحان الله، ما أشد الزكام اليوم، ما أشد الزكام اليوم. إذن لم يكن يبكي بصوت، إنما يقشعر جلده وقلبه وتدركه العبرة فيسيل أنفه فيتذرع بالزكام. وكان محمد بن واسع رحمه الله كان من أهل الإخبات والورع، وهو صاحب الكلمة المشهورة: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وهو صاحب تأله وتعبد، كان إذا أراد أن يخرج إلى الناس اكتحل ليشد عينيه من ذبول أجفانه من كثرة بكائه. وحكى عيسى بن يونس عن الأعمش أن الأعمش رحمه الله قال لهم يوما: تدرون مما عمشت؟ قالوا: لا يا أبا محمد. قال: من كثرة بول الشيطان في أذني. طبعا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام حتى أصبح ولم يقم الليل، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فالأعمش بيقول: أنا ما عمشت إلا بكثرة بول الشيطان في أذني. يقول عيسى بن يونس: وكان الأعمش صاحب ليل وتعبد، يعني مثله لا ينام، ما كان ينام، لكنه كان يدفع عن نفسه. ده الكلام ده في زمان الفضل والمروءة، لما كان الواحد يداري عبادته خشية أن يتسلل إليها الرياء، أن يتسلل إليها الرياء فيفسدها. ولذلك أنكر محمد بن سيرين رحمه الله على الذين يبكون بصوت عال عند سماع القرآن ويغشى عليهم عند سماع القرآن، وهذا شيء فشى قديما عند أهل البصرة، عند زهاد البصرة، ما كانت قلوبهم تحتمل. فمحمد بن سيرين بصري كان ينكر هذا ويقول: ليأتني واحد من هؤلاء فيركب هذا الجدار وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. يريد أن يقول إن كثيرا منهم يراؤون. وإنما لاحظ ابن سيرين تصرف الصحابة، الصحابة ما كان أحد منهم قط يغمى عليه، القرآن بيفوق بيفوق، ما فيش حد يغمى عليه.
كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه عقول الرجال. لكن القرآن يسبب ليونة في القلب، اشعرار في البدن، لكن تسمع القرآن يغمى عليه، هذا شيء ظهر في أهل البصرة. إنما الصحابة ما وجد فيهم أحد أبدا كان بيغمى عليه لما يسمع القرآن. فكان محمد بن سيرين ينكر هذا. فهذا الرجل يقول له: أما قد قلت ذلك؟ فإني أنظر ما يخرج منها. أما قد قلت ذلك أي كشف السر، فسأحكي لك الذي جرى. أما إذ قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. وأخذ الله أكبر.